السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائي. اليوم سنتطرق إلى تابل من التوابل المهمة والموجود في جميع المطابخ العالم تقريبا، وهو الكركم أو الخرقوم البلدي. إذا سنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هو الكركم أو الخرقوم البلدي؟ ما هي فوائد الكركم؟ ما هي أضرار الكركم؟ فهدفنا في هذه القناة هو إغناء ثقافتنا الصحية والوقائية، خاصة الثقافة الوقائية، لأننا لا ننصح بعلاجات طبية خاصة بأمراض معينة، فهذا شأن الأطباء وحدهم. فالمرضى نطلب من الله أن يشفيهم، ولكن يجب عليهم أولا استشارة الطبيب وأخذ العلاجات المناسبة، وليس الاكتفاء بالنصائح بدل العلاج، فهذا سلوك خاطئ وربما سيؤزم حالتهم الصحية. فالنصائح ربما ستنفعهم، ولكن ليس بالقدر والفعالية بالنسبة للأصحاء، فأي وقاية لهم إن شاء الله من الأمراض. إذن فمهمتنا أخواتي إخواني تبدأ من الوقاية بالدرجة الأولى وتنتهي عند بداية مهمة الطبيب. إذن ما هو الكركم أو الخرقوم البلدي؟ يعتبر الكركم أخواتي إخواني من الأعشاب المفيدة لصحة الجسم، ويرجع موطنه الأصلي إلى جنوب غرب الهند، واستخدام الكركم في الطب الهندي والصيني لفترة طويلة حيث كان يساعد في علاج العديد من الأمراض. فالكركم أو الخرقوم البلدي له لون مميز، لذا يستخدمه في تلوين الأطعمة ومستحضرات التجميل. الآن ما هي فوائد الكركم أو الخرقوم البلدي؟ يحمي الكركم أو الخرقوم البلدي من أمراض القلب، حيث يحسن الكركم من وظيفة بطانة الأوعية الدموية، لذا يحافظ على صحة الأوعية الدموية والقلب، ويقلل من الإصابة بأمراض القلب، ويحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. كما أنه أخواتي إخواني يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد HDL، ويعمل على منع أكسدة الكوليسترول الضار أي ما يسمى LDL، وأنه يحافظ على مستويات الضغط الدم ويحمي من ارتفاعه. يقلل أخواتي إخواني من الالتهابات المختلفة، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات منها الكوركومين، لذا يساعد في تقليل التهابات منها أخواتي إخواني التهاب المفاصل والروماتيزم، وكذلك التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس، ويخفف من آلام الظهر. يخفف أيضا من أعراض هشاشة العظام، حيث أشارت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام ويتناولون الكركم بشكل مستمر أدى ذلك إلى تحسين كبير في صحة العظام، ويساعد كذلك في تخفيف الآلام العضلات والعظام من خلال تقليل الإجهاد التأكسدي، ويساعد في تخفيف الصداع النصفي، ويقلل من الشعور بالآلام، ويحمي أخواتي إخواني من الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة، لذا يحارب الجذور الحرة من الانتشار في الجسم، ويحمي من الإصابة بالسرطان. ويساعد الكركم في الوقاية من بعض أنواع السرطانات، منها سرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان الثدي، وذلك لاحتوائه على مادة الكركمين القوية. كما يعزز أخواتي إخواني من صحة الجهاز المناعي، حيث يحتوي الكركم على مواد مضادة للأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، لذلك يعزز من صحة الجهاز المناعي ويزيد من مقاومته ضد الفيروسات التي تهاجم الجسم، ويحمي جسمه من الإصابة بالعديد من الأمراض، منها مرض كرون المؤلم وربو الدقة واحتقان الأنف والحمى. وكذلك يحد الكركم أخواتي إخواني من الإصابة بمتلازمات القولون العصبي، ويساعد في علاج مرض التهاب الأمعاء، ويحسن من صحة الدماغ، حيث يحتوي الكركم على مواد مضادة للأكسدة وعلى خصائص مضادة للالتهابات، لذلك فهو يحسن من صحة الدماغ. كذلك يحافظ على صحة الدماغ من أي ضرر قد يعيق القيام بوظائفه، ويحارب الجذور الحرة لغسندبغ التي من المحتمل أن تصيب المخ، ويحمي من الإصابة بالزهايمر والخرف والشيخوخة، ويزيد كذلك أخواتي إخواني من المرونة العصبية، ويحسن من الوظائف الإدراكية، ويقوي من الذاكرة، ويزيد من القوة على التركيز. ومن أهم فوائد الكركم أخواتي إخواني أنه يقلل من الإصابة بالاكتئاب، حيث أثبتت العديد من التجارب أن الكركم يؤدي على توازن الناقل العصبي في المخ، ويقلل من القلق والتوتر، ويساعد في زيادة مستويات الدوبامين، مما يحسن من الحالة المزاجية للشخص، ويحسن من وظائف الغدة الدرقية، حيث يحتوي الكركم على عناصر هامة ومفيدة لصحة الجسم بشكل عام، منها المنغنيز الذي يحسن من صحة الغدة الدرقية، ويساعد في قيام الغدة الدرقية بوظائفها على أكمل وجه. ومن المعروف أخواتي إخواني أن الغدة الدرقية تلعب دور كبير في الصحة العامة، وعند حدوث أي خلل
في هذه الغدة يؤثر ذلك على الجسم كله ويحمي أيضا أخواتي وإخواني من الإصابة بمرض السكري، حيث يساعد الكركم في الحد من الإصابة بمرض السكري وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم ويقلل من حدوث مضاعفات لمرض السكري، ويحافظ كذلك على صحة الكبد ويساعده على القيام بوظائفه ويعمل على التخلص من السموم التي توجد في الكبد. كذلك يساعد أخواتي في إنقاص الوزن، حيث يساعد الكركم في خسارة الوزن وذلك لأنه يساعد في استقرار عملية الأيض أو الاستقلاب وينظم من عمليات التمثيل الغذائي. كذلك يساعد الكركم على حرق الدهون التي توجد في الجسم، لذا يساعد في خسارة الوزن وفقدانه. وكذلك يساعد الكركم بنسبة كبيرة في خفض مستويات الدهون الثلاثية تريغليسيريد والكوليسترول الضار LDL، لذا يعتبر مفيدا في إنقاص الوزن. كما أنه أخواتي إخواني يحسن من صحة الجلد، حيث يحتوي الكركم على فيتامينات ومعادن مفيدة لصحة الجلد، ويساعد في التخفيف من حدة بعض الأمراض الجلدية منها الإكزيما والصدفية وحب الشبه. كذلك من فوائد الكركم أيضا أنه يساعد في إصلاح الأنسجة التالفة ويقلل من التهابات البشرة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، ويطهر كذلك البشرة من البكتيريا والجراثيم ويعمل على تنظيفها ومنحها مظهر صحي وصافي. الآن ما هي أضرار الكركم أو الخرقوم البلدي؟ عليكم أخواتي إخواني تناول الكركم بشكل معتدل أي بشكل غذائي، وفي حالة تناول مكملات الكركم يجب استشارة الطبيب لتحديد الكمية المناسبة، حيث ينصح بأننا نتناول أكثر من 2.5 غرام يوميا، لأن في هذه الحالة الإكثار يعرض نفسك ويعرض صحتك للإصابة بمشاكل صحية عديدة، منها على سبيل المثال الإصابة بحصوات الكلى، لأن الكركم أخواتي إخواني يحتوي على الأكسالات وهي مادة وهي تساهم في تكون حصوات قوية من الصعب تفتيتها. وكذلك الإكثار أخواتي إخواني من تناول الكركم قد يساهم في خفض مستويات هرمون التستوستيرون عند الرجال، وقد يعيق من حركات الحيوانات المنوية. وتناول الكركم بنسبة كبيرة يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي من آلام في المعدة وتشنجات في البطن والإصابة بالإمساك. وينصح أخواتي إخواني تجنب تناول الكركم بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد والأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم. في حالة الخضوع لعملية جراحية ينبغي تجنب تناول الكركم قبل العملية بأسبوعين، لأنه من الممكن أن يسبب نزيف أثناء العملية، وينصح تناول الكركم بحذر من طرف مرضى السكري، لأن مادة الكركم القوية في الكركم وهي مادة كيماوية توجد في الكركم قد تقلل من نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري، لذلك يستخدم بحذر بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، لأنها قد تجعل السكر الدم منخفضا جدا وهذا يشكل خطرا على صحتهم. وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المعدي المريء، وكذلك تجنب تناول الكركم من طرف النساء الحوامل إلا بعد استشارة طبية. وفي الأخير حتى يصلكم كل جديد مفيد لنا ولكم ولكل من يحيطنا بكم من أقرباء وأصدقاء، أن تقوموا فضلا وليس أمرا بالاشتراك في القناة ووضع إعجاب للفيديو وكتابة تعليق حتى نستفيد جميعا، والضغط على أيقونة الجرس حتى يصلكم إشعار بموضوع جديد. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.